اليوم كانت الزيارة إيجابية، ما كانش في يعني شكوى نستطيع أن ننقلها لأي مكان، وإحنا يعني كتبنا هذا الشكر في دفتر الزيارة، وشكرنا سيادة المساعد، شكرنا الطاقم اللي معاه، وشكرنا السيد المأمور، لأنه يعني هو الحقيقة فتحوا لنا كل الأماكن اللي طلبنا إن هي تتفتح، فتحها لنا، وسألنا كل النزيلات الموجودات عن أي أسئلة أو أي شكوى، وانفردنا بهم على حدة. الحقيقة ما سجلناش شكاوي نستطيع أن نقول أنها تخالف حقوق الإنسان. يعني أنا شايف أنه سجن القناطر يكاد يكون نموذج، أتمنى أن كل سجون مصر تكون يتوفر فيها نفس المعايير، علشان نقول أن احنا بنرتقي بمعايير حقوق الإنسان في مصلحة السجون. وبشكر الحقيقة كل القائمين واللي استقبلونا، وكل القائمين من أصغر فرد في جهاز إدارة السجون وجهاز وزارة الداخلية، لكل شويش، لأمين شرطة، لضابط صغير، لضابط كبير، حتى المساعد. والشكر موصول أيضا لمعالي وزير الداخلية. إذا كنا هنستمر على نفس هذا الطريق يبقى احنا هنبقى على الطريق السليم إن شاء الله.